اهلين ام محمود حبيبه قلبي، انت شو غيرتي رايك وجاي تقعدي عندي؟ لا ما غيرت رايي ولا بطيخ مسمار النجار، خلص تصليح الباب. عن جد؟ ان شاء الله الف مبروك. وين جميل؟ جميل راح عند الدكتور. جميل راح عند الدكتور؟ وين راح جميل؟ لا تخافي هنا ما صاير له شيء، بس خافف سمعه ورايح اغسل اذنه عند الدكتور. جميل خافف سمعه؟ لا بس جميل بيسمع دبة النملة. لك شو بيعرفني؟ هلا بس يرجع اسألي، المهم بدي اعطيه انا النجار 500 ليرة خلص شغله. بس 500 ورقة؟ والله مو غالي، كثير رخيص، ادفعي له اياها. منين بدي ادفع له انا؟ منين؟ شو دخلني انا لادفع له؟ شلون شو دخلك؟ مو الباب بابك ام محمود؟ بعدين كله 500 ورقة، مو كثار على 500 المتلتلة على قلبي. هلا قدام العانة. ولا خلصيني انت وياها، اعطوني المصاري، جوعان بدي واكل. تاكلك الحوتي هلا بعطيك. انا احكي لها مين كسر باب، انتو ولا انا؟ نحن ام محمود بس نحن كسرناه مشان ننقذ حياتك، لولا انا كنتي متي لا سمح الله. انا ما عم اسالك انا مشان شو كسرته ولا راح اشتكي عليكم، بعرف انه كانت نيتكم سليمه، بس هذا لا يمنع بانكم انتو فعلا كسرتوا للباب وانتو لازم تصلحوا. ايه ام محمود على عيني، انا فايتش بدك المصاري دقيقه واحده. شفت شلون؟ قلت لك رح اعطيك حقك، ما باكل حق حدا انا حتى اسالهم. فهمت عليها، الظاهر المصاري مخبيتهم بشي محل مو واصله لايدها هلا. اكيد على كل منيح يلي طلبت مني، انا بكره بطلب منها مثلا الطربوش طربيش. هنا عصيتي هنا خلصينا. يلا جاي جاي. تعال 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 تعال. تفضل. يسلموا. السلام عليكم. مع السلامه. تعال ولك شبك. عاوزتك ضروري كتير. ولاد مو هاد مفتاح طولي بالي. ايه صح يضلني. فوت.